حلا رمضاني 5 دقايق بس. بقالب الكيك حطيت بلو بيري وتوت وفراولة. رح احتاج لكريم كراميل وبسكويت. رح اعمل الكريم كراميل مثل ما هم كاتبين بالعلبة. حطيت لتر حليب مع علبتين كريم كراميل. انا كتير بحب الكريم كراميل برمضان لانه بعد الافطار بيكون جعبتنا شي بارد. بحط بسكويت الشاي فوق الفراولة والبلو بيري والتوت بهالطريقة، وبرجع بحط الكريم كراميل اللي عملناه بعد ما يدفى شوي، وبدخلها على التلاجة لساعتين، وهيك بعد ما تطلع بقلبها وهي شكلها. برجع بحط عليها الكراميل وبقطعها، وشوفي شكلها من جوا كيف. كتير طيبة كأنها تشيز كيك بس على كراميل. كتير رح تحبوها، وأحلى شيء إنها سهلة كتير، ما بتاخد وقت أبدا. تحضيرها 5 دقايق وساعتين بالتلاجة. فيكم تحضروها قبل ساعة من الإفطار، وبعد ما تخلصوا إفطار فيكم تاكلوها، كتير طيبة. وفيكم تغيروا البسكويت وتحطوا دايجستيف، أكيد بيزبط، أو أي نوع فواكه بتحبوها.